Thank you.
مندوب سي خالد، مندوب وزارة الثقافة هنا بإقليم آسفي، حول المشروع اللي غيشهد التدشين ديالو اللي تم الإعطاء الانطلاقة ديالو ديال حماية الشرف الأمني وأيضا حماية معلمات قصر البحر هنا بمدينة آسفي. إلا قدرتي تهضر لنا بشكل عام وإجمالي حول التكلفة في إطار هذا المشروع هذا، وأيضا بالنسبة للحفاظ على الموروث الثقافي لنا ديال مدينة آسفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خالد أفقيل، المدير الإقليمي لوزارة الثقافة بآسفي. اليوم حل السيد وزير تجهيز الماء مدينة آسفي لإعطاء انطلاقة مشروع تدعيم الواجهة البحرية لقصر البحر، والتي يعني تتكون من جرف آموني على يعني المساحة أو المسافة التي تحيط بمعلمات قصر البحر، وذلك من أجل حمايتها من الأمواج العاتية، علما أنه قسم مهم من الواجهة الغربية للمعلمة قد هوت وتساقطت في البحر تبعا لضربات الأمواج ابتداء من سنة 2017. دونك في هذا الإطار الوزارة أيضا أطلقت صفقة من أجل الشروع في ترميم المعلمة، خاصة الواجهتين الشمالية والشرقية، في انتظار إتمام قطاع التجهيز بتدعيم الواجهة البحرية من أجل إعادة بناء الجزء المنهار. شكرا. شكرا. تفضل تفضل يا سيدي، تفضل تفضل. شوف اللايف ديال تضربنا على المرحلة الترافعية اللي ترافعتوا فيها كنواب برلمانيين هنا على مدينة آسفي من أجل الدفع بهذه المشاريع هذه والتنزيل ديالها بشراكة بطبيعة الحال مع الوزارة الوسيلة وزارة التجهيز والماء. أولا اليوم حنا كنعيشوا يوم تاريخي بالنسبة للإقليم آسفي. هاد الاتفاقية هي تؤرخ لسنة 2014 في الجهة السابقة، جهة دكالة عبدة. عشنا في الولاية السابقة في المجلس الإقليمي برئاسة سي عبد الله كريم واحد نقاش كبير بخصوص هاد الاتفاقية. بطبيعة الحال الشكر موصول رئيس الجهة سي سمير كودار ابن البار لهاد المدينة العزيزة، كذلك الشكر لسيد العامل الإقليم على المجهودات اللي بدلها لا في الولايه السابقه ولا حتى يعني في هاد الفتره الاخيره باش لاخراج هذه الاتفاقيه لحيز الوجود. شكر كذلك كبير للسيد الوزير، وزير التجهيز والماء. هاد الاتفاقيه حنا عبرناها في واحد الوقت وواحد التاريخ كنواب برلمانيين او برلمانيين ديال المدينه كمقبره للمشاريع. كنا كنعانيو في الولايه السابقه، كنمشيو عند وزراء ديال التجهيز كيقول لك دير عندكم اتفاقيه، اي مشروع بغينا نطلبوه كيقول لك كاين واحد الاتفاقيه اطار اللي كانت يعني معرقله التنميه في الاقليم. هذا اليوم كيف ما كنعيشوا مع السيد وزير ومع السيد رئيس الجهه والاخوه، يوم تاريخي بالنسبه للاقليم، غيفك العزله على الاقليم وغيصلوا بجميع اقاليم الجهه الصويره واليوسفيه ومراكش. الحمد لله الطريق الساحليه احنا شفنا دابا خرجت الوجود من الوالديه حتى السوق عام حدود الصويره. قصر البحر اللي دائما كناديو حنا كمسفيويين باش اعاده الاعتبار ليه، الحمد لله هذا المشروع يرى النور هذا اليوم السعيد. حنا دائما امل وتفاؤل بالنسبه لمستقبل المدينه ان شاء الله. كذلك بالنسبه للماء، تحليه ماء البحر، المكتب الشريف للفوسفات مشكور على يعني هذه المحطه ديال تحليه ماء البحر. كذلك كيف ما بشرنا السيد رئيس الجهه مشكورا التهيئه او تجهيز ديال المنطقة الصناعية ديال ولاد سلمان والمنطقة الصناعية ديال خط الزكان بشراكة مع ما بين الجهة والمكتب الشريف للفوسفات. الحمد لله احنا كنا تفاؤل امل بطبيعة الحال لما فيه خير الساكنة وشباب الإقليم إن شاء الله، والمستقبل واعد إن شاء الله بالنسبة للإقليم آسفي، وحنا نتمنى كل خير وشكرا. شكرا. دريمي
اسمح لي اجا سي فيصل اجا سيدنا اجا سيفايصل كي ديال هادشي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سيفايصل عندنا كاين واحد المشروع ديال طريق اللي غير ربط ما بين الوالديه اللي غيمشي من شمال من جار ولا من شمال الوالديه حتى الحدود ديال الصويره. الا بغينا نهضروا نتوما كرئيس جماعه ونائب برلماني رئيس جماعه ديال الكاب، اذا غتولي الطريق الساحليه اللي كدوز عليكم نتوما بصفتكم كاكبر جماعه ربما متواجده تما في المنطقه الشط الساحلي ديال شمال ديال المدينه، الانعكاسات ديالها الايجابيه وايضا الانعكاسات. انا بغينا نهضروا على التنميه ديال المنطقه ونهضروا على التنميه المجال السياحي والى ما ذلك. شكرا اخوان المنابر الاعلاميه. هذا كما في علمكم هذه الطريق الساحليه من 83 ما عمرها دارت فيها شي حاجه. من 83 راه تقريبا 40 عام هذه يلاه ارتأت النور وخرجت للوجود بالجهد ديال السيد العمال ورئيس الجهه ووزير ديال التجهيز، لان هذا مشروع مهم. وكيف ما شفنا الاتفاقيه اللي توقعت قبيله هي فيها 300 مليار راه ماشي سهله على اقليم اسيب على اقليم اسيب النفع. الطريق الساحليه غادي كاع المستثمرين اللي كانوا كيبغوا يجوا للعكارطائيين ولا البدوزه ولا حد حراره لا فاطنه كانوا دائما كيربطوا لنا الاستثمار بالطريق. والحمد لله ها هي الطريق رات النور وغادي يكون ترجع بالنفع على كل شيء. وبالنسبه لهاد الطرقات راه هما الشرايين ديال الاقليم وغادي الاقليم غادي يتنمى وغيكون مزدهر ان شاء الله. يلاه جات النوبه ديالو لان اسفي ما خداش حقه في الاول ولكن ربما كان الحظ ديالو متاخر وغادي يكونوا مشاريع مهمه اللي غترجع على اسفي بالنفع. وشكرا. ما صورتوهاش كملوا مع اخوان درنا هذيك اللعبه باش رجع اللور مزيان سي سمير خاصنا نتقادو هكا الشرفه هكا هكا بابا انا دخل الميكرو اسمح لنا رشيد واخا الاخوان بلاتي واحد الخيضه قادوا اموركم ورجع شويه اللور عطونا لو بلون لارج لان هذا الشيء هذا راه كنا غادي نصوروا كنا غادي نشدوا البلون مزيان واللي ما شدش راه غيعطي لاخر عطيني الجهه عطيني صافي كود يلا سيد فينا ثلاث دقائق سير دوال بلاتي الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم بلاتي عافاكم مشكل اسئله كونفيرونس دو بريس ولا بوان دو بريس ديالنا هذا بوان دو بريس اذا عطينا غير غير شويه الدراري ليماج ديالنا الدراري وتما تورينا لا باش الا كانت الاسئله كل واحد يتفضل تفضل السيد الوزير اذا اليوم تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع جهة مراكش أسفي
هاد الاتفاقية عندها واحد أهمية قصوى اللي هي الاتفاقية ديال 3 مليار ديال الدرهم، واللي غيكون عندها واحد العديد من الأبعاد الأساسية بالنسبة للجهة ككل، وخص بالذكر أساسا بعض المقاطع المهمة. عندنا تثنية الطريق ما بين مراكش وأسفي، عندنا تثنية الطريق ما بين مراكش وكذلك قلعة سراغنة، عندنا كذلك ما هو مرتبط بالطريق الساحلية الجنوبية والشمالية في هذا الإطار، وهنالك كذلك العديد من المقاطع الأخرى الأساسية بالنسبة لإعطاء إقلاع حقيقي، وكل الأقاليم فهي منخرطة في هذا البرنامج. واليوم كذلك في مدينة أسفي تعطت انطلاقة لجوج ديال الأمور اللي هي مهمة. الأمر الأول وهو ما هو مرتبط بتثنية المدخل ديال طريق السيار إلى أسفي من جديدة، وكذلك تعطت انطلاقة لهذا الطريق الساحلية اللي تكلمنا عليها واللي غدوز من الوالدية إلى الصويرة، زيادة على البرج أموني اللي هو قصر البحر اللي غيتم كذلك العمل على الحفاظ عليه وتقويته، اللي هو معلمة تاريخية واللي هو تدخل في إطار إشاع ثقافي ديال مدينة أسفي، وتدخل كذلك في رأس المال لا مادي لهذه المدينة. راه هضرت عليه بشكل كافي الا كان ممكن. السيد ساميري كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بهذه المناسبه كنبغي نشكر السيد الوزير التجهيز والماء على حضور الاقليم اسفي من اجل توقيع الاتفاقيه المهمه جدا اللي كتهم البي دي ار ديال جهه مراكش اسفي، واللي فيها مجموعه الطرق كيطرق لها السيد الوزير اللي كتهم الطريق المزدوجه بين مراكش والقلعه وبين مراكش اسفي، والطريق الساحليه اللي كتربط من اسفي شمال اسفي الى جنوب الصويره، وكذلك الطريق المزدوجه بين اسفي وبزوله. وهذو مشاريع اللي هذه سنوات حنا كننتظرهم بالمجهود المشترك اللي قام به مجموعه المتدخلين على راسهم السيد العام اللي كان بهذا المناسب نشكروه المجهود اللي بذل. كنشكروا السيد وزير التجهيز اللي سنوات كما قلت ما تمش انجاز هذه المشاريع، الان بالفضل ديال تضافر الجهود تم توقيع هذه الاتفاقيه اللي كتهم المبلغ اللي كاين السيد الوزير ديال 3 مليار ديال الدرهم، تقريبا 300 مليار ديال السنتيم، واللي فيها مساهمه ديال الجهه 1.653 مليار، مساهمه ديال وزاره التجهيز ديال 1.4 مليار تقريبا 47%. فهنيئا لجميع الناس اللي غادي الاقليم اسفي والاقاليم كلها اللي غتستافد من هذه الشراكه واللي كتهم جميع اقاليم الجهه اللي فيهم شيشاوا، قلعة سراغنا، رحمنا، الحوز، جميع اقاليم الجهه، وخلها تكون اتفاقيه خاصه في الدوره المقبله ان شاء الله اللي غتهم اقليم اليوسفيه. وشكرا. شكرا. 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 شكرا.